احمد. ايوه زعلان انك مش هتشوف صاحبك تاني؟ اكيد زعلان. طب واللي يديك فرصه انك تقابله مره تانيه؟ اقابله في التابوت تحت؟ لا. امال فين؟ فرصه انك ترجعه تاني يعيش معاك. يا ريت اقدر. تقدر لو وافقت على اللي هقول لك عليه، انك اللعبه اللي جايه هتلعبها معايا انا لمده دقيقه واحده بس. لو كسبت هترجع تاني تشوف صاحبك، ولو خسرت هتقعد جنبه للابد في التابوت. تختار ايه؟ موافق. يبقى انا واحمد هنتقابل مع بعض وجها لوجه في المومياء. الله. احمد حبيبي عامل ايه؟ تمام. اللعبه دي اسمها المومياء ومدتها 60 ثانيه بس. تمام. لو كسبت انت وصاحبك هتعيشوا، لو خسرت هتتحط جوه التابوت الاسري وتعيش معايا في البيت ده للابد. جاهز؟ جاهز. المطلوب منك تقول لي 10 فواكه لونهم احمر. تفاح، فراوله. تفاح وفراوله، قلنا تفاح وفراوله. خوخ، بطيخ. لا بطيخ لونه اخضر. تفاح وفراوله و كاكا. الخوخ غلط. ممكن اغير لك السؤال؟ غيره. مطلوب منك تقول لي 10 اغاني للكينج محمد منير. الكون كله بيدور. شيء من بعيد ناداني. علي صوتك. شيء اسمها ايه؟ بسرعه بتفكر. بسرعه اهو بجيب. حدته مصريه. شيء من بعيد ناداني. لما انت حبك حريه. ايه انا قلتهم على فكره. التابوت اقفل يا عم. يقفل على احمد ويخليه يحصل صاحبه. باي باي يا حمادة. الصح. وأقولك إن في فرصة تانية إنك تلعب معايا أنا لعبة لمدة دقيقة، ممكن بعدها تشوف صاحبك تاني أو تحصله. تختار إيه؟ موافق إن شاء الله. أوكي، اخرجوا من القبو. مروان، أخبارك إيه يا مروان؟ تمام. اللعبة اللي أنت فيها دي اسمها المومياء، وهنبدأ بقى أشرح لك اللعبة. اللعبة دي مدتها 60 ثانية، يعني دقيقة واحدة هي اللي هتفرق معاك بين إنك تعيش وتشوف صاحبك تاني أو تحصله. بس المرة دي هتدخل جوه تابوت أثري، وأنت مش مروان، وأنت مومياء. أول ما تبقى جاهز قولي عشان نبتدي. جاهز. نبتدي. المطلوب منك إنك تقولي 10 أفلام لمحمد هنيدي من بطولته. اتفضل. جانا البيان التالي. جانا يا خالتي. اربطني اربطني، مش هعرف اجيب لك اعمل ايه. ممكن اغير لك السؤال؟ غير لي السؤال. السؤال هو: اذكر افضل 10 لاعبين كرة قدم في العالم. اذكر السؤال: افضل 10 لاعبين كرة قدم في العالم. اربطني خلاص بسرعة. اقول
لسه قدامك فرصة. أفضل 10 لاعبين بسرعة. قول يا مروان. كريستيانو رونالدو، إبراهيموفيتش، زيدان. يا خسارة، الوقت خلص. مرحبا بك يا مروان في عالم الخلود. في ايديك انت فرصة. ايوه. انك تقدر ترجعها تاني. يا رب. بس في شرط. ايه؟ ان انت تلعب معايا اللعبة اللي جاية لوحدك. لو كسبت سماح هترجع تاني، ولو خسرت انت اللي هتنزل لها وتقعد معايا في التابوت تحت. ان شاء الله هكسب. اذا اشوفك في الموميا. يلا. عماد. ايوه. حاسس بيه؟ حاسس الاحساس جميل. شو بقى اللعبه دي؟ اسمها الموميا، وقدامك 60 ثانية هو زمن اللعبة دي. لو كسبت هتطلع، ولو خسرت هتقضي اللي فاضل من عمرك في تابوت فرعوني وتنزل تقعد جنب سماح. اوكي؟ اوكي. المطلوب منك تقولي 10 معابد مصرية مشهورة. ابو الهول، ابو سمبل. ابو الهول مش معبد. لا مش فاكر. ها فكر. تحب اغير لك السؤال؟ غير السؤال. قل لي 10 أغاني لعمرو دياب. ما بلاش نتكلم في الماضي، راجعين. قول فاضل لك 8 أغاني. فين بقى فاضل لي؟ فين فاضل لك 8 أغاني؟ قول. تملي معاك، وصيف نمرة 5، حبيبي، قمرين. بسرعة. خلاص. للأسف اتحكم عليك تعيش جوه التابوت مدى الحياة. للأسف حكمت على نفسك بالعيشة الأبدية كمومية جوه التابوت. باي باي. التابوت يعيد ماهي تاني للحياة. انت هتكملي معايا للمرحلة النهائية. ها فيزو. طب. اللعبة اللي جاية هتلعبها معايا انا. ماشي. لمدة 60 ثانية هي اللي هتفرق برضو في حياتك انت. لو كسبت صاحبك هيرجع تاني، وللأسف لو خسرت انت كمان هتحصل صاحبك وتقعد معايا هنا للأبد. القرار في ايدك. قدامك 5 ثواني. ماشي خلاص. لا انا عايز هرجعه ان شاء الله. يعني هتلعب؟ هلا. انت اللي اخترت. ايه. هقابلك في الموميا. عامل ايه يا فيزو؟ اللعبة دي اسمها الموميا. لو كسبت هتفضل محتفظ بحياتك، ولو خسرت هتتحول لموميا وتدخل جوه التابوت الاسري وتقعد جنب صاحبك هنا مدى الحياة. عارف. اللعبة دي مدتها يا فيزو 60 ثانية.
جاهز؟ جاهز. السؤال الأول، قول لي 10 متاحف على مستوى العالم، أشهر 10 متاحف. متحف المصري، متحف اللوفر، ممكن تغير السؤال. ايه؟ ممكن تغير السؤال. يا ريت. قول لي اشهر 10 افلام كرتون عالمية. لاين كينج، شركة المرابين المحدودة، وولد ديزني، ميكي ماوس، بندق، توم وجيري، سبايدر مان، برنسس، سنو وايت، كده نايس كام؟ علاء الدين، علاء الدين، كده 10. التابوت يحتضن فيزو، فلتحتضني فيزو إلى الأبد. ياسين، ايوه، اللعبة اللي جاية هتلعبها معايا. ماشي. لو كسبت صاحبك هيكمل معاك، ولو خسرت هحولكوا انتوا الاتنين لتمثالين زي اللي قدامك دول. ماشي، العب. اشوف سينو في اللعبة اللي جاية في الموميا. ياسين، شوف بقى، انت دلوقتي في مرحلة خطر، يا تكسب وتعيش وترجع صاحبك، يا تخسر وتعيش طول العمر موميا موجودة هنا عندي في البيت. جاهز؟ جاهز. زمن اللعبة دي هو دقيقة واحدة، 60 ثانية هي اللي بتفرق بينك وبين الحياة. أول سؤال، أذكر 10 جرايد مصرية مشهورة. الشروق، الأهرام، الأخبار. كده كام؟ حد يقول لي، ما مش عارف. ممكن تغير لك السؤال لو حابب. ممكن نغير لك السؤال. التابوت يقفل على نفسه. أنت الآن في مقبرة التاريخ. عمورة. نعم. أنت الوحيد اللي في إيدك ترجع محمود تاني لو وافقت إنك تلعب معايا أنا اللعبة اللي جاية. وافقت. أوكي، نتقابل في الموميا. عمورة، أخبارك إيه؟ تمام. شو بقى؟ اللعبة دي مدتها 60 ثانية، دقيقة، إما إنك ترجع صاحبك وتكملوا مع بعض، إما إنك هتتحول لموميا وتعيش طول العمر جوه تابوت فرعوني. إيه رأيك؟ لعبة حلوة مش كده؟ أيوة، جميل. خلي بالك اللعبة مدتها دقيقة. جاهز؟ جاهز. السؤال، اذكر اشهر 10 مواقع تواصل اجتماعية. MSN، Hotmail، ياهو. بسرعة. Hotmail، ياهو، فيسبوك، تويتر، انستجرام، اسك اف ام. ايه تاني؟ ممكن اغير لك السؤال؟ غير
اسود. ممكن تقول لي اشهر 10 افلام لاحمد حلمي عملها بطوله؟ عسل اسود، الف مبروك. عسل اسود، الف مبروك كده. رضا بسرعه، السؤال قبليه كان احسن بسرعه. طب اكمل السؤال اللي قبليه؟ لا اتفضل كمل بقيه السؤال ده. يا خساره، عمرو اتحول لموميا، التابوت يقفل على عمرو وتحول عمرو الى موميا. التاريخ لا يظلم احد.